بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أهمية التسامح في هذا الشهر أعلى من غيره، لأن احنا أمة فضلها الله تبارك وتعالى سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والتفضيل كان أرسل الله أفضل الملائكة بأفضل الكتب هو القرآن على خير أمة محمد في خير ليلة، ليلة القدر، على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخيرية فينا في كل شيء. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر تؤمنون بالله. ومن ضمن الأمر بالمعروف هو التسامح، ويبدأ الإنسان بنفسه. ورب العالمين أمر الأمم كله من آدم القيام الساعة أمرهم بالتسامح. والتسامح متى يكون التسامح أعلى؟ حين يكون مع القدرة، حينما يكون صاحبه قادرا، وهذا كيتسمى الحلم، لأن أدنى التسامح هو الصبر، وأعلى التسامح هو الحلم. والحلم هو العفو مع المقدرة. والله تبارك وتعالى من اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أمره بالصبر لأنه كان ما يقدرش، ومن اللي انتقل للمدينة وأصبحت له قوة أمره بالحلم، وليعفو وليصفحوا. إذن أعلى التسامح هو العفو، وهو ما يعرف بالحلم، الحلم العفو ما عند المقدرة، وخاصة في هالشهر الفضيل. وهذا الشهر الفضيل راك يعلمنا باش نخرجوا منه ماذا بعد رمضان. ما كان رمضان كل شيء الناس ملائكة، ولكن ماذا بعد رمضان؟ اش غادي يكون بعد رمضان؟ واش الناس كيدخلوا واش غتكون تعود حليمة لعادتها القديمة، ولا غادي يبقاو الناس؟ إذن رمضان اليوم مع الأسف بعض الناس مسلسل في الليل، مسلسلات وأفلام، وفي الليل نوم وأحلام. احنا خصني تكون حاجه اخرى. ماذا بعد السؤال المطروح في التسامح هو ماذا بعد رمضان؟ واش بعد رمضان غادي يرجعوا الناس بحال هذه غير شي كونجي خذوه الناس وقفوا فيه النفس والأمر بالسوء ومن بعد رجعوا لبلاصتهم؟ اذا هذا التسامح اللي كنتكلموا عليه احنا خصنا نفعلوه، يكون عملي في واقع الناس، يكون دين. لان التدين رمضان في غير التدين، ولكن متى ينفع الدين؟ حينما نفعله في دنيا الناس وفي دنيانا، عند ذلك يكون التسامح الصحيح. المسجد القبة الصخرة هذيك بوحدها، المسجد الأقصى حيت كاين دابا الجامع اللي كتشوفوا الأقصى بوحده. أول حاجة خصكم تعرفوا حاجة، الله تبارك وتعالى دار على وجه الأرض مكتبين، مكتب إدارة الدين ومكتب إدارة الدنيا. مكتب إدارة الدين هي الكعبة، وقال وكتب عليها عنوان فمن دخله كان آمنا، ومكتب إدارة الدين هو المقدس، قال فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فسليمان عليه السلام اللي حكم المقدس حكم الأرض كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت وجهته إلى المقدس، قبلته المقدس، لكنه كان ينظر إلى السماء راجيا من الله أن يوجهه إلى القبلة، إلى الكعبة. علاش؟ لأننا لو حكمنا المقدس في يومها لحكمنا الأرض بكل ما فيها. هو كيعرف الناس في ذاك الوقت لا يزال في ضعف، لو دخلت عليهم الدنيا لفسدوا، فكان ينظر إلى السماء يريد أن يتوجه إلى بيت التواضع. فالله قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن المقدس بيت إرسال، والكعبة بيت استقبال. الملائكة كتنزل من السماء للبيت المعمور، البيت المعمور للبيت العتيق، وملي كتبغى تطلع كتطلع من المقدس لأن تما كاين باب السماء. إذن القبة الصخرة حاجة بوحدها، والمقدس بوحده، والقبة الصخرة معروفة، والمسجد راه هو هذا اللي كيبان لنا، المسجد القدس اللي فين كيصليو الناس، هذاك ما عنده علاقة بالقبة الصخرة. القبة الصخرة بوحدها بواحد الجهة أخرى ما كينتبهوش ليها الناس، هذا هو الأصل فيها. مدينة آسفي، وأسف على مدينة آسفي. مدينة آسفي فيها التسامح، فيها الكرم، مواليها مؤصلون لأنهم عرب أصلين وفيهم الأصل وفيهم الكرم، والناس ديال آسفي المؤصلين يكرموا وهو محتاج، يثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل في مدينة آسفي عبد ككل، إلا جاء عنده الضيف كيجوع هو باش يوكل غيره، وهذه قمة الكرم. لأن الكرم متى يكون كرما عاليا؟ حينما يعطي الإنسان من عوز ما عندوش وكيكرم. أما اللي عنده كرم هذا ما نقولوش الكريم، متى؟ حينما يكون عنده وكرم، هذا هو الكريم. وفي الحلقة فإن الله يحب ثلاث، وحبه لثلاث منه أشد، ويكره ثلاث، وكرهه لثلاث منه أشد. يحب الغني الكريم، وحبه للفقير الكريم منه أشد.
ويحب الغني الفقير المتواضع، وحبه للغني المتواضع منه أشد، ويحب الشيخ الطائع وحبه للشاب الطائع منه أشد، ويكره ثلاث وكرهه لثلاث منه أشد، يكره الغني المتكبر وكرهه للفقير المتكبر منه أشد. هذاك بعدا غني لا عنده شي حاجة نقوله، ولكن القرطيط مع الدوالون منفوخ على الأخوة. ويحب ويكره الشاب العاصي وكرهه للشيخ العاصي منه أشد، ويكره الغني الفقير البخيل وكرهه للغني البخيل منه أشد. إذن الشاهد عندنا في هذا الشيء أن الإنسان الفقير وكيكرم، وهذا كاين في الناس ديال الأسفي، هذه قمة الكرم، كنشكرهم على هذا الكرم اللي احنا معهم، وصلى الله وبارك وسلم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.